استنى شوي استنى يلا إنه إشي يساوي إشي زائد إشي، يعني زي ما نقول له خمسة. شو
تساوي 5 مثلا 4 زائد 1 صح؟ فبدك تعمل له ثلاث بيمات، بيم كامل وبيم عليه الردات مثلا وبيم ثاني جمعهم بحاصل البيم الاصلي. بقدر الغي هاي او هاي او هاي؟ اه بتقدر تلغي يا هاي يا هاي يا هاي كله بزبط معك. فانا عرفت الغي هاي اول شيء عادي بتغير مسؤول ثلاثة منها اللي هو لغينا هاي. فهسا كيف هذا البيم؟ هذا البيم شكله هيك، لما الغي النود لما الغي اللود بصير اذا كان شفت الرولر كامل. فكيف بصير شكل البيم الديتيرمنت؟ احنا بدنا نشيل رياكشنز لحتى يصير البيم ديتيرمنت. لقينا كيف تصير عندي؟ تصير عندي فش موتور صح؟ شو بتحط عليه؟ كل اللودات، شو اللودات اللي عليه؟ بس اليونيفورم، هاي اليونيفورم. كم مقداره؟ 2 كيلو نيوتن. وكم طوله؟ 5 متر صح؟ هذا البيم الاول، هسا هذا بسوي شهاف، لحتى يسوي هاف بدي اجمع له بيم ثاني. شو البيم الثاني؟ بدي يكون نفس البيم نفس الشكل هذا، نفس الشكل هذا بس بدون لودات وعليه عليه ايش؟ كيو الله يهديكم. يلا تمام. ايش شو كان عليه؟ كيو ها زائد هاف بعطيني هاف. كيف؟ انا لغيت هاف. هذا يساوي بيم بيم على كل اللودات، يعني لو في عندي لود مثل لود ابصر ايش؟ كل اللودات زائد بيم ثاني يكون نفس شكل هاف. لانه ديتيرمنت. فهذا شو بسموه؟ بسموه برايم. برمزوا له بالعاده رمز 0 يعني راح تشوف هسه دي 1 0 دي 2 0 صدق شو هذا اسمه 0 وهذا شو اسمه اول ريدندنت طبعا ريدندنت يعني بيم زائد ايش واحد فهذا واحد وهذا زائد وهذا واحد شو بدنا نحكي له هسه؟ الديفليكشن هون كم بيساوي؟ زيرو، معروف الديفليكشن عند السبورت زيرو، إذا ايش الرمز اللي سميناه؟ هون هون هي هذا البيم هي ها مش الديفليكشن هون زيرو؟ هي هي الإلاستيك كير وصلناها قبل شوي هي زيرو وهي زيرو معناته أخذنا الستركتشر 1 الباوندري كونديشن حكينا الباوندري كونديشن الستركتشر 1 إذا عندي بيم زي هيك الديفليكشن هون كنا نسميها واي تساوي زيرو كنا نحكي ثيتا كمان زيرو كنا نحكي زي هيك بيم هذا الديفليكشن للواي خلص الديفليكشن هون نفس الدنيا هون زيرو هون زيرو بس شيل ثيتا يلا طيب معناته هون زيرو صح؟ اذا هي زيرو لازم حاصل جمع هذول يعطيني زيرو هذا معناته الديفليكشن هسا ايش هي سميناها؟ كيو 1 يعني دي 1 هيك بنسميها دي 1 هي دي 1 دي 1 بتساوي زيرو طيب شو بتساوي هي اصلا؟ بتساوي الديفليكشن هاف زائد الديفليكشن هاف شو اسم هذا الديفليكشن؟ الديفليكشن نفسه واحد هي الديفليكشن واحد بس عند مين؟ عند البرايمري بالبرايمري اللي رمزه ايش؟ زيرو دي واحد زيرو زائد ايش؟ دي واحد عند مين؟ عند الواحد عند البيم اللي اقل من واحد طيب هذه دي هي صفر بتساوي دي واحد زائد دي واحد واحد هاي ايش المعادله بسموها؟ بسموها كومباتيبلتي كويشن خلينا نستريم قبل وبعد مين شرحها؟ فارس مطعم كومباتيبلتي كويشن صار عندي انا كم معادله عندي؟ سيجما اف اكس مثلا سيجما اف واي سيجما اف زد والكومباتيبلتي كويشن اربع معادلات فعليا احنا يعني خلص جبنا اربع معادلات باربع مجاهيل خلصت خلص السؤال طيب شو الدي واحد زيرو؟ شو الدي واحد واحد؟ شو الدي واحد واحد؟ امسح من ستيب 1 من النهايه. طيب هيو هسا هذا الديفليكشن له حكينا مثلا صفر زي هيك صار فرق ماليش الشكل. هذا الديفليكشن كيف له؟ بينزل هيك. وهذا الديفليكشن كيف؟ طالع فوق لفوق فهيك. يعني هاي الديفليكشن زائد هاي بده يعطيني صفر. هاي معنى المعادلة دي واحد زيرو ودي واحد واحد هسا دي واحد زيرو إلها قانون هسا هذا رمزه زيرو صح؟ يعني المعادلة هاي معادلة تومس نطلع معادلة تومس مش ديفليكشن سيلف ديفليكشن كيف بدنا نحسبه؟ نحن نفس الديفليكشن ديفليكشن نحسبه بالفيرتشوال ورك بتقدر تحسبه بالكونجكت بالهاي بس الطريقة المطلوبة منا بالستركشر تول فيرتشوال ورك فبالفيرتشوال ورك كنا نحكي معادلة البيم الأصلي
اللي هو هذا في معادلة الفيرتشوال بيم اللي هو نفسه بس عليها 1 كيلو نيوتن وضربهم من بعض التكامل بطلع معه. يعني دي 1 0 بتساوي هذا معادلته ام كابيتال وهذا معادلته ايش ام طيب دي 1 0 شو تساوي تكامل من صفر بطول البيم عادي لانه احنا بنحط اللود هون من صفر لخمسة ام كابيتال ام 1 تي اكس على اي ار عادي هذا القانون بس ام 1 عادي هسه بقص البيم واخذ الجزء اليمين او اليسار تطلع معي معادله ضلت مشكله ام 1 شو ام 1 اللي هو فعليا دي 1 1 دي 1 1 له قانون بس بقول لك من اجى بيساوي ايش ايش اسمه اف 1 1 في كيو 1 طيب شو الاف 1 1 وشو الكيو 1 هسه لو عندي انا بيم هاي دكتور قبل المحاضره انت مش فيش داعي انت بدك تعرف انه جت اه بس انت خلص صرت تحفظ مباشره بدل هذا الرمز صرت تحط هذا الرمز ولو دي 1 2 بتحكي اف 1 شو في كيو 1 فعندي مثلا لو عندي هذا البيم عليه لود مثلا 5 صح شو بدي اعمل ديفليكشن بدي مثلا بعمل ديفليكشن 20 سم صح بعمل ديفليكشن 20 سم طب لو عندي بيم ثاني عليه لود 1 كيلو نيوتن كم بده يعمل لي؟ نسبة التناسب اذا الخمسة بتعمل لي 20 الواحد كم بده يعمل لي؟ 4 سنتيمتر صح؟ طيب معناته لو انا عندي كيو 1 الديفليكشن الها مثلا بيعمل لي مجهول بس الواحد كيلو نيوتن لو عندي بيم 1 كيلو نيوتن بحسب الديفليكشن عادي هيو ها فيرتشوال وورك صح؟ طيب لو بدي يكون عليه كيو 1 بضرب كيو 1 في كنت الديفليكشن للبيم هذا يعني معناته كيو 1 تساوي كنت الديفليكشن بالبيم الفيرتشوال في كيو 1 زي ما اعطتني هذيك يعني اف 1 1 اللي اسمه ديفليكشن زي كانك بتحكي ام 1 هي هسه بدك تقول القانون جي 1 1 مش جي 1 1 اف 1 1 بتساوي نفس التكامل لازم هذا التكامل نفسنا حكينا نفس الاورجن نفس كذا من صفر لخمسه ايش؟ ام 1 في ام 1 نفس المعادله يعني زي كان ام 1 تربيع طيب انت مشان بالامتحان ضلكش تحكي شو اخذ المعادلات شو كذا هذول الرمزين ايش هن؟ دي 1 0 يعني معادله الام 1 في الكابيتال هيا كاتب لك علينا هي ام 1 ام كابيتال طيب هاي 1 1 يعني ام 1 ام 1 مباشره انت خلص يعني لو عندي معادله رقمها اف 2 3 شو بقول له؟ تكامل من صفر لكذا مثلا ام 3 ام 3 هيك احسن خلص هيك يعني بتقدر تحلها مباشره فهي اف 1 1 ام 1 ام 1 اي اي ودي 1 ام كابيتال ام سمول دي اكس طيب بس بدي احسب هذا البيم هذا البرايمري انسحب هي هذا اليونيفورم نورس بدي احسب انا الديفليكشن هون صح؟ بقطع يا باخذ اليسار يا اليمين انا اسرع لك هسه الامتحان امتحان فتره طويل خذ اليمين مباشره دائما اي كنتليفر بلش من اليمين بلش من الجزء الكنتليفر اقطع عندها هاي بعد القطع صارت هيك في عليها شير وفي عليها ايش؟ اطلع اكس حولها من ستراكشر ولا نمشي انا ما بحتاج شو في عليها لازم تحدد له اوريجن نفس 2 اكس تربيع هاي اوريجن وايش؟ بتكون مسافه اكس هاي اكس شو المعادله؟ بتحط سيجما موما عند القطع تساوي زيرو راح يكون عندي اللود هذا كم؟ 2 كيلو نيوتن بدي اعطيني سالب ام سالب ام كابيتال في ايش؟ في سالب 2 في اكس في اكس على 2 اللي هو التركيز الحمل تطلع ناقص اكس تربيع حاطينها من الستركتشر زيرو فسالب ام بدل تساوي سالب ام قصدي سالب ما ليش لا خليها سالب اكس تربيع زي ما هي سالب اكس تربيع ايش صار من اكس من صفر لخمسه هاي معادله الام كابيتال 1 طلعت علي الام 1 الام 1 شو بعمل؟ نفس ام 1 ايه بس البيم هاي هذا البيم في عليه 1 كيلو نيوتن هاي فرق تلفون تفضل 1 كيلو نيوتن شو بعمل؟ نفس ما قطعت لهذاك بدي اقطع لهذاك لازم انا بدي اضرب فيرتشوال وورك الاوريجن هاي لازم نفس الاوريجن هاي فبدي اقطع مش مهم مش مهم كمل
بدي اقطع قطعت شو بده يكون عندي النود رقم كيلو نيوتن بده يكون عندي الاوريجن بده يكون عندي الاكس بده يكون عندي الفي بده يكون عندي شيء اسمه ام 1 ام 1 اللي هي سميتها فيها ام 1 فشو بده يصير عندي انا سيجما مومنت عند القطع بتساوي 0 سالب ام 1 زائد اكس بتساوي 0 اذا ام 1 بتساوي اكس طلعت انا هيك ام 1 وهون كابيتال طيب بروح بعوض من هون هاي المعادله اللي معطيك هون جت وهي المعادله اللي معطيك هون جت طيب دي 1 1 بتساوي اف 1 1 كيو 1 معناته راح نقول له 0 بتساوي دي 1 0 زائد اف 1 1 كيو 1 هاي المعادله بدي اعوض فيها صح؟ بتروح هسه ام كابيتال ام سمول في اي اي راح اقول له بدها تساوي تكامل من 0 ل 5 ام كابيتال كم سالب اكس تربيع وام سمول اكس في اكس دي اكس على اي اي هسه التكامل انا حاسبه كامل زي ما بدك تطلع معك وين كم تطلع ال D1 تطلع معي سالب 156 وربع تساوي سالب 156 وربع على E1 صح؟ طلعت أنا كم؟ D1 0 وصل F11 بتتساوي X في X هذا كي معادلة ال F11 تتكامل من 0 ل 5 X في X يعني X تربيع كم تطلع معك؟ D1 41.66 41.66 على اي ار صح؟ ايوه انا طلعت هسه اف 1 1 وطلعت دي 1 0 طالبها هون طالبها فوق 0 بدها تساوي هي السالب 150 وربع على اي ار زائد 41.66 كيو 1 على اي ار حلت المعادله صح؟ هاي كيو 1 طلعت Q1 تطلع 3.75 كيلو نيوتن 3.75 شو طلعت 75 Q1 اللي هي هاي صح؟ هاي Q1 معناته البيم كيف صار شكله؟ هاي يونفورم لوز عليها 3.75 وعليها مومنت وعليها ريأكشن عمود الريأكشن يفوتين تساوي 0 صح ولا لا؟ طيب صار ديترمنت ولا لا؟ خلص السؤال هذا اللي بده اياه الدكتور، الدكتور بده بس طلع لك يو 1، شو بدك طلع لي كم الرياكشن وكذا؟ بس بده كيو 1 بس انت اذا كان اوكي بالسؤال فايند رياكشن كمل ماشي بنلخص الحل، اول خطوه نرسم نرقم المهم نرقم لك اياه جاهزين، ترسم له التوتال بفري هذول مش ثلاث رسمات خلص تحكي له توتال بيساوي كذا، اذا غلطت فيه الدكتور مش رح يطلع لك كمل هذا كله لكله صح ماشي؟ بكملش الا لتشوف هذا صح، بعدين ترسم له مومنت دايجرام عادي تقريبا بس لانه هاي فاليو هاي زيرو بعدين بتحكي له الستيب 3 شو بدي الغي اللي هي ريليز انا سميها ستيب 2 ريليز مال فورس بدي الغي هاي القوه لما هاي القوه معناته هذا البيم شو بده يساوي بيساوي هذا البيم زائد بيم ثاني بيم ثاني بكون القوه اللي غيرتها لحال لازم يكون الشكل هذا زي شكل هذا وطلع معادله هذا معادله هذا هذا بدل كيو 1 وخليه 1 كيلو نيوتن وبحل بساوي بالصفر بطلع كيو بتساوي عم هو بتكون ديفكشن 0 بتساوي تي 1 1 زائد اف 1 1 كيو 1 طيب لو حكي لي في ستلمنت بالسؤال هبوط شو في؟ ستلمنت هبوط تخضر بالسؤال كان الدكتور لو حكي لي في هبوط مثلا بالسبورت هذا في هبوط 20 سم شو بتحكي له؟ بتحكي شلون بتساوي صفر؟ بتساوي في له 20 سم وبتكمل نفس الشيء 20 ولا سالب 20؟ سالب شو؟ إذا قال لك في هبوط عند سبورت السالب نزل لتحت سالب أكيد ماشي؟ أو لا 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 هو ما أعطاش زي هيك بس لما أعطاها بسلوب ديفليكشن فشو اسمه؟ لا في إشارات معينة بس نوصل بسلوب ديفليكشن بقول لك شو الإشارة اللي حطها سالب أو موجب ماشي؟ فملخص الخطوة حاليا طيب فرضا تحل الطريقة الثانية اللي هو اللي هو إني أشيل المومنت صح ولا لا؟ بصير نحله خلص انا اعرف الجواب طلع معي تكامل تكامل سهل ضروره اطلع له اول على الاله الحاسبه احطه انا والله انا بحط له على الاله الحاسبه بس بتذكر حكى لو غلطت فيه مش راح احاسبك على غلطك بس لو كنت كاتب انه التفصيل وغلطت بالجواب النهائي قال عادي انا احط له اياه
مش عارف انا بكتب ما انا بكتب. طيب انا نفس الديم هاي نفس الديم فاستنس هاي كل الفورس ميثود لو جاك ثلاث سبورتات الغي ثلاث سبورتات لو جاك خمس سبورتات الغي خمس حتى بتجي بفنين على الاغلب انت مش هتريح حالك حل السوب ديفليكشن اول لانه السوب ديفليكشن اكبر سؤال 10 دقائق بس بس والباقي ثلاث فورس كمان فورس ميثود طبعا في فكره كمان برضه سؤال او مش سؤال بالفورس ميثود اسبح فيها واحد التوتال كتبنا افرض كتبنا ورسمنا الدايجرام افرض هسه انا حكيت انه هاي كيو هاي بيش كم واحد بيشارك بيطلع فوق ويطلع قلنا في هون رياكشن عمودي قلنا هون في رياكشن عمودي قلنا هون في مومنت اللي خطه يهمله صح عندنا هذا الجزئيه خمسة صح؟ افرض هسه بدي الغي هذا زي ما قلت قبل شوي بدي الغي المومنت عادي الدكتور حكى الغي اللي بدك اياه المهم يطلع نفس الجواب تقول لغيت كيو 1 لغيت هاي بسميها كيو 1 مش ام 1 لا كيو خلاص رمز كيو هاي كيو 1 لغيتها بس لما الغيها كيف بصير الشكل؟ انت لما يكون عندك الغي فيكس في عليه رياكشن عمودي افقي ومومنت لغيت المومنت زي كانه ايش صار؟ بن فبصير الشكل هذا بن ماشي بصير الشكل بين فهسه لما لغيت هاف بده يكون عندي لغيت المومنت شفت المومنت فبده يصير عندي هذا السبورت بين كيلو بين زي هيك الظاهر اللي كان بالاصل وفي عليه اليونيفورم نوت تمام عليه 2 كيلو نيوتن نفس الجوهر كل الجوهرات اللي بالاصل بتحطها هون بعدين زائد ايش نفس البيم هذا نفس البيم هذا تغير هنا ايش عليه كيو 1 طب لا هذا اللي هي هو 5 متر او 5 متر تقل البرايمري نعم سبع فيها البرايمري اه اكيد هسه هذا تكتب له عليه برايمري اسمه زيرو وهذا ريدندن هو كذا في المتقدم بس مش ريدندن ذاته اسمه واحد ماشي بس بدل غير البيم شو الاشي اللي هون الثيتا زيرو انت خلص سمي له ديفليكشن هي فهم يعني الثيتا زيرو تحكي له الثيتا هون زيرو يعني الثيتا عند مين عند كيو 1 الثيتا 1 بدها تساوي زيرو شو بدها تساوي الثيتا هاف زائد هاف هذا بلف انت حكيت هذا بلف لفوق حركات التكرار هي الثيتا 0 1 زائد 1 0 زائد الثيتا 1 1 بنسميها الفا 1 1 في كيو 1 هذا بالنص كل ما طوش دكتور بس المقصود انه الديفليكشن عادي ما بديش اكتب هذا الشيء خليني الدكتور كان يكتب ديفليكشن ما هو بس انا شفت مومنت بحكيش ديفليكشن الدكتور لما كان يشيل مومنت بيكتب ما هو ولا عمره شال مومنت بس ولا عمره شال مومنت بس انا سالته قال لي الرموز بتم يشيل مومنت يعني انا رمز حكيت له مشان هذا الموضوع فخلص انا بدك تكتب خلص بدك تكتب زي الدكتور تي 1 بدها تساوي 0 بتساوي دي 1 0 زائد اف 1 1 خلص مباشره تحكيش دي 1 1 خلص مباشره اف 1 1 كيو 1 طيب صارت زي هيك هسه بدي احسب له معادلتها ومعادلتها نفس الاشي بس لما بدي احسب معادلتها بدي اوجد رياكشنز صح ما عندك رياكشن بس بدي اوجد رياكشن لها هذا 2 كيلو نيوتن لكل متر سمبلي سبورتد اذا 10 معناته في مليون 5 بس كيف صارت هاي هذا الكونستراكشن دبليو على 2 دبليو على 2 لا انت كان تاون فيكست انا قلت تضاربه بس البن سب الفيكست شو عليه رياكشن عمود افقي ومومنت طب لما شفت المومنت صار عندي عمود افقي شو السبورت اللي بعطيني عمود افقي بالجنب عشان هيك لازم تغير الشكل ولازم شكل هذا نفس شكل هذا وشرط اساسي البرايمر اللي بتعمل له تحويل لازم يكون ستيبل ثابت ماشي ممنوع يكون غير ثابت الحل كله غلط ماشي صار عندي هاي برايمري وهاي ريدندنت اوكي لازم يكون البيم البرايمري ستيبل ثابت شو يعني؟ ثابت يعني لو عندي هذا البيم عليه هون دولار وهون دولار
ظل يتحرك ما بيثبتش. في قانون الستيبل انه اذا الثلاث رياكشن كانوا كل رياكشن متوازيات معناته ايش انستيبل، او لو كل رياكشن بتاخذ نقطه يعني لو عندي هذا السبورت زي هيك مالي هذا هيك، وعندي هذا السبورت زي هيك وعندي هذا السبورت زي هيك مالي هذا رياكشن كيف وهذا كيف رياكشن هيك الثلاث بتاخذ نقطه واحده معناته هذا مش ثابت ماشي. وهذا ابر ما يصير شيء رياكشن هيك رياكشن كله متوازي بس لو حطيت هون رولر صار ثابت. ليش؟ في رياكشن افقي هون بيمنع عن الحركه ده اليمين واليسار يعني لازم كل البرايمري ثابت. هي اهم شيء. طيب هسه حكينا تي 1 زائد اف 1. طيب كيف تطلع الرياكشن هون؟ هذا البيم تقول اكويت بتشيل الكيو 1 تعتبرها 1 كيلو نيوتن. فهذا البيم انا زي كان بحسب كل شيء هو شو عليه؟ 1 كيلو نيوتن صح؟ بدي أوجد هسه معادلة المومنت لهذا، أنا أوجدت الرياكشن بدي أقطع وبدي أقطع الباب. بدي أخذ الجزء اليمين اليسار نفس الشيء لأنه سيمبلي سبورت. بدي أخذ هسه البيم الأصلي هذاك بعد ما قطعته، في عليه 5 وفي عليه شير وفي عليه أم 1 وفي عليه فورس رود 2 كيلو نيوتن وعليه مسافة إكس هيك 100 ميلي صح؟ طيب هسه شو بدي اقول له انا؟ سيجما مومنت عند القطع بتساوي زيرو، هاي مش ام 1 هاي ام كابيتال. بده يكون عندي ام كابيتال سالب 5 في اكس زائد 2 في اكس في اكس على 2 بتساوي زيرو. اذا المومنت معادلة المومنت بتساوي 5 اكس زائد اكس تربيع. هذا اللي بلف هيك عكس عكس معكوس ناقص. هاي معادلة المومنت. بس معادلة المومنت للفيرتشوال بيم. بيم هذا بدي اخذ معادلة المومنت. بدي اخذ الرياكشن اول شيء. بدي اخذ ايش؟ بدي اخذ الرياكشن، هاي رياكشن عمودي. هاي رياكشن عمودي. بدي اخذ سيجما مومنت عند سبورتات بتساوي صفر. سيجما مومنت عند واحد بتساوي صفر. عكس عقارب الساعة مثلا، عقارب الساعة سالب واحد. وهذا ار2 في كم؟ في 5 متر. زائد R2Y في 5 تساوي 0. إذا R2Y تساوي 5. 5 لكيف؟ لفوق عام. R1Y بتساوي 5 لتحت. هذا 5 لفوق بيكون 5 لتحت سيجما R2Y. فصار عندي هذه الأكشن. هسه بدي أقطع، بدي أقطع باخذ البيم بخلي الجهة اليسار. لأني أخذت الجهة اليسار لازم أخذ الجهة اليسار. شو بيكون عليه؟ شير بده يكون عليه هذا الريدندنت يعني ام 1. شو بيكون عليه؟ مسافه اكس واي اوريجن وفي عليه فلور في عليه 1 6 مضمون عند القطع بتساوي 2 في ام 1 سمول سالب 1 زائد 5 اكس. اذا ام 1 بتساوي 1 ناقص 5 اكس. سالت راسك مشترك مش بدك تبدا 5 اكس ناقص 1. طيب ليش ام 1 زائد 5 اكس ناقص 1 زمان دول الطرف الثاني هذا ناقص 5 اكس. انا هذاك صرفت المومنت هيك. لا صح 100% هذاك صرفت المومنت هيك فطلع العكس. طيب صار عندي زي هيك. هسه صار عندي ام 1 وام كابيتال. وين بعرف هسه؟ تي 1 0 بدها تساوي تكامل من 0 ل 5 ام كابيتال في ام سمول في اي ام كابيتال كم؟ هي 5 اكس ناقص اكس تربيع كم؟ 1 ناقص 5 على اي اذا كان على الحاسبه شو اشتغل العكس؟
التكامل 5 اكس ناقص اكس ثانية ضرب بيطلع معها 10.41 على بي. انا طلعت ايش؟ دي 1 0 صح؟ كم هو طلع معي لما اخذت المعادله المومنت عكسي؟ طلع معي سالب 10.64. عكست المومنت عكست الفريكشن انعكس التيك. طيب صار عندي هسه عشان دي اف 1 1 بما ان اف يعني ام سمول وبطلع 1 1 يعني اف 1 في ام. تمام صفر ل 5 ايش؟ هاي المعادله تربيع واحد بوينت ستة ستة. طيب نعوض بايش؟ الديفليكشن هون صفر بدها تساوي دي 1 0 كم دي 1 0 10 4 1 0 على اي ار زائد هذيك راجع دي موجود زائد 1 1 6 6 كيو 1 صح؟ هاي كيو 1 هاي انحلت المعادله كيو 1 شو بدها تساوي؟ 10.416 تقسيم 1.6 بيطلع معي سالب 6 وربع صح؟ سالب 6 وربع يعني عكس فرض انا كيف فرضتها؟ هيك معناته بيكون الاصل هيك هاي كيو 1 6 وربع هسا انا طلعت معي 6 وربع شو صفر المجهول عندي؟ هذول احنا اللي طلعناها بالسؤال اللي قبل 375 مين كانت؟ كانت هاي صح؟ كانت هاي 375 انا متاكد اذا احنا صح ولا لا؟ طبعا مو طلع هون الجواب 6.27 بس انت عادي ما تفرقش معك هاي التواصل. انت بدي اخذ سيجما مومنت هون سيجما مومنت هون شو بيكون عندي؟ 6 وربع سالب 2 في 5 في 5 على 2 تمام زائد 375 في 5 لا هاي في وان هاي منشول هاي منشول هذا عشان تتأكد تتأكد هاي تو واي في كم لا انت بس هم بتساوي هاي زيرو طيب كم تو واي تطلع معي ست وربع بتكون عندي اثنين خمسة اثنين ونص ناقص ست وربع تقسيم خمسة طلعت معي 375 اسا اسمع هاي بس استفهامي شو بدل فيست اوردر لا هو سكند وثير وخير لا لا بقول لك هذا بس كله فيست هذا كله فيست اوردر لو عندك بيم ثاني عندك سكند اوردر بتزيد له كمان بيم وتوجد له المعادله الست وربع اللي هو المومنت لا هي هي طلعت معي 375 ار تو واي بصوره بينفع اول يعني شفت لما حليت على طريقتين بينفع معي الشيء اللي برايك لما اذا لاحظت لما شلت المومنت طبعا انا وجدت رياكشن مخبره صار اطول فانت دائما الدكتور بيقول لك لما تحل وتفهم اكثر خذ الاقصى دائما حل الاقصى كل واحد يستخدم الواي ما يبي يطلع له الديفليكشن الفيرتشوال وورك كيف الفيرتشوال وورك نفس الشيء وفي معادله هسه انت اخذت البرايمري هون هاي البرايمري شايل النيوتن رجعت المومنت لما اخذته شلت كل شيء عليه حطيت 1 كيلو نيوتن بس اللي بالاسود بدك تروح بعدين على الثاني هسا هذا الثاني الفيرتشوال وورك الفيرتشوال وورك الو هسا بتفرض كيلو نيوتن هاي 1 افرض الكيلو الكيلو تفرضها 1 ايش تفرضها 1 ما انا حكيت لك اول شيء الخطوه الثانيه 1 ايش بعرف بعرف بس انت ما حكيت لك هذا البيم هذا ما حكيت لك بس قلت لك لو كان عندي لود 5 كيلو نيوتن بيعمل لي ديفليكشن 20 صح؟ طب لو عندي لود 1 كيلو نيوتن بيعمل لي ديفليكشن 4 يعني فعليا الديفليكشن قيمة الديفليكشن شو بدها تساوي؟ مثلا اللود اللود في الديفليكشن يعني 4 في 5 4 في 5 فعلا زي النسبة والتناسب فأنا فعليا طب لو كان في كيو 1 مش 5 كيو 1 في الدلتا بالنسبة للتعامل فأنا بخلي هاي 1 كيلو نيوتن فلما أحسب فيرتشوال وورك الأصلي اللي هو نفس هذا البيم نفس الشكل اللودات الأصلية و1 كيلو نيوتن
البيم الثاني 1 كيلو نيوتن و 1 كيلو نيوتن مشان هيك حكينا امتر فيها. ايوه هاي كل الفورس ميتر بدك تحل سكند اوردر. سؤال طويل عادي نفهم كم الساعه؟ ايه 1.5 هتحل السكند اوردر على الفريم. ايش؟ على الفريم. اذا بدك فريم عادي بس الفريم عادي بس الفريم ما بتكملش الافقي اللود الافقي زي ما هون كنت اهمل او شيء من بتخلي في لودات افقيه بتطلعها انه يطلع معك بلاش ما نحلو هذي ثاني عادي. اه لا انا كان في عندي بيم مثلا زي هيك بدك تحلو حلو براحتك. لا هو مو مطول صراحه لما تعمل شيء زي هيك هذا ايش سكند اوردر صح بدي اشيل السبورتين هذول صح فايش بصير طويل شوي هذا زائد هذا زائد هذا بيطلع معك هون ايش معادلتين والله كثير بس كيف المعادلات انا هسه بدي اوجه المعادلات اي معادلات هسه بدي خلص بمسح الواحد صح هسه انت بتحفظ كل المعادلات على الراحه يعني مباشر اول ما تشوف وهسه في فكره انا بعدني مش حكيها اللي هو بيجي راح يجي الامتحان ثلاث اسئله سؤال الفورس ميتر زيك بتحله كامل وسؤال ثاني كونتكشن وفي سؤال ثالث شو بقول لك بس اعطيني برايمري اعطيني برايمري يعني هذا السؤال بقول لك اعطيني ثلاث برايمري له يعني بس ارسم له هذا هذا زائد هذا زائد هذا هسه السؤال هذا شو كان وبديش يجيب عن السؤال ما هي السؤال مثل السؤال الثاني ترمنسي 5 ناقص 3 بيعطيني 2 هذا ايش سكند اوردر يعني ايش بدي احذف قوتين طبعا في رسمه مومنت دايجرام المومنت دايجرام له طبعا بنرسمها بالشكل نفسه ها شلون انكتب هون 0 هون 0 هون بس لم يعد فهذا كل مومنت دايجرام هيك المومنت دايجرام في فاليو هون في فاليو هون ناخذها بالكونستراكشن حتى اريح الوضع هذا قيمته بتطلع معك تبليو ألف تربيع على 10 وهذا تبليو ألف تربيع على 10 ألف تربيع على 10 وهذا تبليو ألف تربيع من نص الفلاش أي نص الفلاش هذا بطلع معه هسه انت بدك تحل هذا الفلاش حتى في سؤال في سؤال نشرته والفصل سكتبته وحطيته في الفورم هون طلع مثلا 5 طلع معه فعلا هذا تبليو تربيع 10 طلعت يعني فعلا انه خلي صح طلع فنسكن المومنت دايجرام هاي بس محطوطه للدكتور هسه بدنا نخلي بدنا ناخذ قوتين عادي تقدر تحذف هاي وهاي تقدر تحذف هاي وهاي هاي والافقي مثلا انا اذا شلت الافقي اذا شلت الافقي هذا بصير رولر صح؟ بصير كل البيم رولر معناته انستيبل انا بصير عندي كيو 1 كيو 2 صار في عندك كيو 1 وكيو 2 كيف بدي اتعامل معه؟ بشيل قوتين هسه الاسهل مشان تخليه يصير بلي سبورتد مثلا شيل اللي بالنص الاسهل لك يعني شيل اللي بالنص شيل اللي بالنص كيف توصل البيم؟ عندك البرايمري عندك هذا وعندك هذا هذا البرايمري كامل صح؟ هذا ايش اسمه برايمري؟ اللي هو اسمه زبل يعني معادلته ام كيف تشيل الاثنين؟ اما هو سكند اوردر بتشيل الاثنين لازم تشيل عدد الترمنسي مشان كده تضغط الترمنسي طار السؤال بدك تزيد عليه مشان تخلي هذا يساوي هاف تحط له نفس البيم بس بدون لودات هلا بدك تحط له كيو 1 كيو 1 هسا في بين ثاني كمان بده يكون عندك لود هون مكان السبورت الثاني اسمه كيو 2 وهذا برا صح؟ طيب هذا برايمري وهذا اسمه 1 وهذا اسمه صح؟ بس شو بدك تكون المعادلات؟ الديفليكشن هون لهذا معادلتين الديفليكشن هاي هذا البيم الاصلي هاي ايش سميناها واحد صح؟ ديفليكشن واحد بتساوي زيرو وديفليكشن اثنين بتساوي زيرو ديفليكشن واحد زيرو ديفليكشن اثنين زيرو فراح تقول له انت زيرو اللي هي بالنسبه للمعادله الاولى ها تكون عنده زيرو بتساوي
ديفليكشن بالبرايمري هذا دي 1 0 زائد الديفليكشن هون دي 1 1 كلنا بنسميه اف 1 1 كيو 1 خلص بتعملها هيك اف 1 1 كيو 1 بعدين هذا ايش اسمه اثنين والرمز ايش واحد يعني اف 1 2 هسه البرايمري قلنا دي الديفليكشن عند واحد ولأنه اسمه برايمري زيرو حكينا دي واحد زيرو هسه الثاني اسمه واحد والديفليكشن عند واحد يعني واحد واحد صح؟ طب الثاني هذا شو اسمه اثنين اف واحد اثنين اف واحد اثنين الديفليكشن عند واحد كيو اثنين ورمزه اثنين صح؟ الرقم اللي عند يمين اف 1 2 ايش كيو 2 بالضبط انا بشتغل البيم هذا كيو 2 على مش كيو 1 هاي معادله بس بدي كمان معادله انا اللي هي وين؟ ديفليكشن عند اثنين زيرو الديفليكشن عند اثنين زيرو بده يكون عند زيرو بتتساوي الديفليكشن عند اثنين للبرايمري يعني كيو دي 2 زيرو دي 2 زيرو زائد ايش بده يكون هذا اسمه؟ ديفليكشن عند هو واحد اه الديفليكشن عند اثنين للاول اف 2 1 كيو 1 زائد اف 2 2 طيب مع الملاحظة انه اف 1 2 تساوي اف 2 1 بيساوي بعض ليش؟ بدك تحط معادلة التكامل هي اف 1 2 تكامل ام 1 ام 2 صح؟ دي على اي ار واف 2 1 تساوي تكامل ام 2 ام 1 مش هاي نفسها؟ معناته اف 1 2 تساوي اف 2 1 لانه الدكتور حكى لنا اياها بالمختصر لو عندك شيء اسمه اف اي جي تساوي اف جي اي فهي المعادلات فهسه هذا السؤال لو جابه قال لك اعطيني ثلاثة برايمري يعني give me three برايمري هذا اول برايمري صح؟ طيب شو في برايمري ثاني ممكن يكون؟ شيء اغلط كيف بصير شكل البين؟ بين رولر ووقف صح؟ بتحط له كمان بتجمع له بتقول له كيو 1 كيو 2 اه بتحط له انه في كيو 1 هون وفي كيو 1 عند الجهه الثانيه طب البرايمري ثالث شيل البرايمري ما بحطهم بحطهم على الاحاد الكيو 1 والكيو 2 على البرايمري بس انا قصدي كيف ما بحطهم على البرايمري اه بتحطهمش بس بالنسبه للودات يعني كيف يعني لما يجيك سؤال كيف في برايمري زي كانك بتقول زي كانك بقول لك حل السؤال في ثلاث طرق بس تكملش الحل بس وصل بس وصل لي لهم حكى اذا طلب ايش؟ اذا طلب قال لك اعطيني ثلاثه برايمري بالفورس ميثود انت كيف ممكن تحل السؤال؟ ممكن تشيل هذا وهذا هاي اول برايمري بتكتب البرايمري مع مع البصمات مع المعادله اه صار دقيقتين صراحه بالضبط بعدين بتقول له هذا وهذا بسوي اياهم بصير البرايمري نفس معادله هذول بتغيرنش نفس بكتب له اياهم البرايمري بصير بالنص يعني لا لا البرايمري البرايمري بس هذا النص تروح هون مره واشيل مثلا الثاني وثاني السنه البرايمري بالنص لا لا خلاص بدك تشيله لازم بس تشيل الافقي اذا شلت العمود اذا شلت الافقي شو بصير انستيبل هذا رياكشن هيك صح تشيل هذا بس هذا ايش رولر لما البين كله رولر انستيبل حلك طب راح تقول له رولر اه بس اذا بدك تشيل العموديه بصير هيك بتخلي الشيء هيك صح اه هيك صح ماشي ف جبت 3 برايمري فكرتها انه بترسم له هاي الرسمه ثلاث مرات مره بتشوف السبورت هذا والمعادلات نفسها بتغير بالتبل هاي هي هي شنو تخيل بالنص هاي الاثنين بالنص ولا حطيت على جنب هاي ومره سميت الاول كيو 1 ومره ثانيه كيو 2 هاي طلع مسافه غير مسافه مش نفسها وانت المره اللي بعديها مثلا تشيل اللي على الطرف ولا على ايش اه حسب شو حابب تشيل بس المهم البرايمري قصدي لما يقول لك المهم انه يكون ستيبل البرايمري اه يعني يكون عباره عن مرور المرور ما بين اي في عندي افقي وعمودي ثاني اه يعني يعني هسه كم معادله بدك تقطع فيه لو بدك تحله مشان هيك بقول لك طويل بدك تقطع مره هون صح وراح يكون مثلا انت بدك تفصل هاي البيت صح هاي هون منطقه الكلام مثلا وهاي المكان فانت بدك تقطع مره هون ومره هون ومره هون نفس لما فيرتشوال وور بقول لك تقطع هون هاي الثانيه شوف كيف بصير طويل السكند اوردر عشان هيك حكينا لو اجى اليوم فورث اوردر حكى لك ساعتين بهمش صار لك شو شو لو اجى السؤال فورث اوردر اربع رياكشن ساعتين بتهمش وهاي البيم الثالث يعني بس تكون هون راح يطلب زي هيك بس هسا السكند اوردر جابه بده يجيبه فريم اذا اجى الفريم عادي خلص قطعني قطعت
نحن نستفهم سكند اوردر كامل بس انه قصه 3 برايمري مفهوم صح؟ انه هم هم الثاني عشان يبقى مستر على المستر وين انت مكتبي هاشا؟ هي مساحة رقم المكتب ايش مالك؟ مساحة رقم المكتب البيم طبعا دور تخربط انا كده دورت بين اساسا هذا نهرس مسكوت هذا مثلا فيرست اوردر عبين ثاني نفس الشيء موجود ببي تي اف اذا تبغى تصور جهه صور هذا مش راسك ما نفهم مثلا هذا الفريم هذا الفريم سكند اوردر تكون عندي فيكس مثلا مرافقنا بس نحط الاوردر اي مشكله خط بس استعجل ليش؟ ان شاء الله لا لا خليك للاخر ان شاء الله اي لا لا بشوف يسر طهرت كم التصوير طيب انت هضم تلفونك طيب ليش ما صورت عندي هذا البيم الفريم بدي اعمل له فورس ميثود احده طيب اول شيء خط صارفين قلنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين بعدين توتال تسعة في اكشن خمسة صح؟ تمام مومنت دايجرام ترسم كل نمبر لحال عليه فاليو بعدين فيرت بالضبط لانه ما فيش اوردر الترول الثاني عليه فاليو بعدين ايش؟ زي هيك طيب لو كان فيكس فيكس بده يطلع فاليو فهذه الرسمه هاي هيك اول خطوه انا علامتين علامه ما بعرف شو ثاني خطوه كم انا هسه عندي سكند اوردر صح؟ بدي احسب قوتين راح اقول له ريليز كيوانيك تريز تو فورس كيوان هسه انت بترسم له البيم هي الفريم يقول له مثلا شو بدي اربي؟ تغيير السبورت، انا دائما بفضل انه زي الشكل اللي كنت متعود عليه بسحب كمان، هذا السبورت، هاي بدي تلغي الفريم الفيكست وتشيل الاوفر كمان فبقول هاي كيو 1 مثلا صح؟ هذا الخطوتين بدي اربيهم، هاي الرسمه لازم اوضح لهم راح اقول لهم بس لما شلتهم بطل في بن سبورت صح؟ بطل في بن سبورت راح كان صار بس فيكس لحاله ولازم انت تحول الديتيرمنت ستيبل راح يكون عندك ايش قيمة زائد فرق لانه سكند اوردر بيكون في اثنين متر راح يكون نفس الشكل هذا مرة ايش كيو 1 هاي كيو 1 راح اقول هاي كيو 1 مرة مرة نفس الشيء بس كيو صح؟ هسه ايش انت عندك بدك توجد فريكشن هون صح؟ بدك تقطع مره هون ومره هون فيرتشوال وورك لازم تقطع كل البيم ستراكشر هون ما تقطع هون بدك تقطع هون تقطع هون بس هذا اسمه الجرام خليك لي اياه زيرو بعدين واحد زي هيك معناته بيكون عندي هسه دي ثلاث معدل واحد مباشرة طبعا دي واحد زيرو زائد 1 1 كيو 1
سابق للشورو و F11 بتزيد الام 1 تربيع و F2 F1 و M1 PM2 تزيده رسيشن F1 طلعتها فعند F2 حسا شو كتير صار طويل بس معادلتين بس مش كده بلش من كنتليفر اسرع لك فايش تكون عندي البيت كان زي هيك ناخذ كنتليفر معلومه مشان تحسبش رياكشن ضايق الحال تكون عم تحسب رياكشن سنه بتحسب الثانيات كمان رياكشن نفس الاوريجن فالاوريجن ايش تكون عندك كيف فهي المسافه هي اكس ورا هاي المسافه 4 متر ثابته هذه تحت الموبيل فسيجما مومنت هون في عليها في صح فأم كابيتال نفس الشيء أم كابيتال سالب أم كابيتال سالب 2 في 4 في 4 2 تساوي 0 صح؟ أم تطلع معك سالب 16 هاي 2 2 سالب 16 هاي من وين صالحة؟ من 0 إلى 5 0 إلى 5 صح؟ فهسا إجا في عملنا هاي الطريقة نفس الشيء مرتين هاي بدك تحط هالسلوت 1 كيلو نيوتن مكان كيو 1 هاي كيو 1 1 كيلو نيوتن هاي القطع الاول صح؟ صح في وام ام 1 اكيد نفس الاوريجن لازم اوريجن هذول نفس هذول هاي ام 1 هاي اكس صح؟ فام اكس ام 1 كم تطلع معي؟ اكس نفس المعادله من 0 ل 4 صح؟ القطع الثاني 1 كيلو نيوتن عند ال هاي الاكس هاي الاوريجن تطلع هاي 4 لا فيش سويت تظل برايمر فام 1 تطلع معك ايش؟ نفس الاوريجن لازم ام 1 كم؟ 4 بس نفس البلابين الثاني بس هاي ام 1 اللي تحت ممكن ديفرنت بينهم انو المومنت؟ اه ام 1 ام 1 ام 1 ام الكابيتال قصدك؟ لا ام 1 سمول ام 1 سمول هسا لما ما هو تحسها شو التكامل دي 1 0 شو بدها تكون معك؟ التكامل من 0 ل 5 صح؟ من 0 ل 100 شوي من 0 ل 4 شو الحدود من 0 ل 4 ل 100 المعادلة السالب اكس تربيع صح في مين؟ في اللي زيها من 0 ل 4 كم؟ 4 على فكرة بتفكر على اي ار قد ايه من 0 ل 5 بعدين زائد فيرشوال ورك من صفر لكام من صفر؟ للخمسة للخمسة مين المعادلتين؟ المعادلة هاي اللي هي سالب 16 في كم؟ في المعادلة اللي هي 4 اكس لا دقيقة هي عبارة عن هاي اكس هاي 4 هاي دي 1 0 طلعناها هسا بالنسبة للثاني نفس الشيء هاي بين افقي البيم الافقي هاي كل واحد كيلو نيوتن مش راح تعمل مومنت ام 2 كم بتساوي زيرو هاي ام 2 بتعملش مومنت ام 2 بالنسبه لهاي قطع هاي الاوريجن فالقطع الثاني هاي 1 كيلو نيوتن بتكون هذا المومنت ام 2 هاي الاكس فبتطلع معي هاي هيك انا فرضها تلف معي هيك يعني M2 تساوي سالب X صح؟ سالب واحد في X سالب X هيك أنا طلعت هي من شو طلعت أنا؟ الـ M والـ M1 والـ M2 صح؟ حسب خط المتكاملة زي هسا شو بدي أروح أنا؟ هسا هاي حسب ولا صفر لأنه فيش ما فيش بعملش ويا مضبط هسا F11 شو بدي تساوي؟ تكامل تكون عندي التكامل هيك صفر لخمسة وهيك من صفر ايش التكامل هذا اللي اخذته هي من 0 ل 4 من 0 ل 4 مين المعادلات اللي من 0 ل 4 اللي هو القطعين اللي
عمودي لمين الام 1 هيها اكس في اكس هاي اف 1 1 اكس في اكس هاي اكس على اي واي زائد تكامل من 0 ل 5 شو معادلات من 0 ل 5 الام 1 هيها 4 في 4 يعني 16 في اكس على اي واي سيكون تسعى مع الرقم اف 1 2 اف 1 2 بتاخذ ام 1 هيا بتاخذ هسه هاي ام 1 كم و 1 2 الاولى هي صفر بعدين الثانيه 4 4 في سالب اكس بتطلع معك اف 1 2 هي نفسها ام 2 1 بيطلع عندي تي 2 0 واف 2 2 بتطلع معك معادلتين كذا كيو 1 هي هاي بتطلع معادلات هيك هاي المعادلات كلها تكامل تمام هاي دي 1 0 وهي اف 1 1 وهي اف 1 2 وهي دي 2 0 وهي اف 2 2 حطيتهم بالمعادلات هي طلع معي الارقام حلو معنا الحاسب بيطلع معك Q1 و Q2 يخلص السؤال هاي صدق هاي الوضع السكند أوردر هذا هيك كل الفورس مثل ثيرد أوردر احذف لك كمان قوة بس أهم شيء بيطلع معك يكون ستيبل هيك خلص هاي أول سؤالين من الامتحان هاي سؤالين عليهم قبل 15 على 2 هسه الأسلوب ديفليكشن مراجعة صغيرة كمان والله لو F2 2 لو بدك تاخذها والله F2 بدك تاخذ المعادلتين اللي بخصها للام 2 اللي هني هذول مره من الاربعه صح؟ مره من الاربعه اف 2 2 بتساوي تكامل من صفر لمين؟ لاربعه اللي هي صفر في صفر يعني صفر تكامل صفر صفر زائد تكامل من صفر لخمسه لمين؟ سالب اكس في سالب اكس يعني اكس تربيع بتكامل اعطانا رقم حطنا على المعادلتين هذلاك هاي انت طلعت كل القيم خلاص يعني خلاص مختصر الفورس ميثود خلصنا خلص من ضل شيء مرة في فكرة الفيكس بيم شو هيدا أنت فاكر في فيكس بيم مش بنحكي مثلاً تربيع تربيع 12 تربيع تربيع 12 أثبت إنه كيف تعرف تربيع تربيع 12 بدي أعطي فكرة على السريع هو مش رح يجي هسه الدكتور قال لا بس قلت اسمع جو ما رح تعرف فاتو انسى إذا ما تجاي هسه جيت صوت بالانساء زي لما يفوت على هيبه يا اخي ما صلحت الاوراق لا السبب